اهلا بكم، صباح الخير لكل المشاهدين عم بتابعونا. بهاي الفقره رح نحكي عن العنايه بالنباتات المنزليه، سواء كنا زارعينها داخل المنزل او خارج المنزل، وخصوصا بفصل الشتاء. فصل الشتاء متهم بانه هو قاسي على النباتات وقاسي على الكل، بس يعني النباتات بشكل عام عم تتاثر بفصل الشتاء. واللي ما بعرف بعض الاسرار لها علاقه بالنباتات ممكن يفقد كل، يعني للاسف النباتات المنزليه الداخليه او اللي موجوده على البلكونه او بالحديقه. على كل حال اليوم رح ناخذ بعض النصائح من المهندسه الزراعيه ايات المصري تحكي لنا اكثر عن فصل الشتاء والنباتات. صباح الخير يا ايات، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. هلا انا شخصيا كل اللي عندي مات. وين حطيته؟ حطيته برا. مش عارفه هو صحيح، ما يعني فعلا فصل الشتاء بتحسي فصل مش مناسب للنباتات. هلا اكيد انتم عندكم شيء ثاني، يعني بجوز احنا عم نرتكب اخطاء فيما يتعلق بالعنايه بالنباتات المنزليه بفصل الشتاء. يا ريت لو تحكي لنا عموما كيف بياثر فصل الشتاء على النباتات. هلا يعني نقول النباتات مثل ما تفضلتي مثلها مثل اي كائن حي ثاني، يعني بحاجه لرعايه، اذا احنا اهملناه رح يضعف رح يموت، وبالذات بفصل الشتاء مو تارك حدا من شره اذا احنا ما دفيناه. هلا النباتات اجمالا داخل المنزل في إلها خصوصيه ومختلفه شوي، العنايه فيها اسهل من الموجوده ب الحديقة شوي بيكون الشتاء يعني نقول صعب عليها أكثر من اللي بالمنزل. هلا اللي كنا نحكي النباتات إجمالا، إذا بدي أنا نقول الشق الموجود داخل المنزل كيف بدي أعتني فيه؟ بدي أعتني فيه أول شيء بإنه أختار الكونتينر المناسب اللي هي الأوعية كذا، يعني ما تكون صغيرة ما تكون صح، ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة كذا. داخل المنزل كمان عم بنصح كل يعني أي حدا بده يزرع ما يستخدم التراب الموجود بالحديقة العادي، لأنه رح ينرس رح يختنق النبات رح تموت. صح. فأنا هون بحكي لهم يستخدموا البيت موس، لأنه في فراغات، وبتسمح للهواء والمي. صحيح. ما بصير في تعفن بجوز للنباتات اللي موجودة بالقوار، وأنا لازم أخلطه برمل. الرمل بيعطيني بزيد المسامات داخل البيت موس فبيتنفس. طيب. إذا احنا عم نشوف مجموعة من الصور لبعض النصائح اللي هي استخدام الأوعية المناسبة، استخدام الأوار الصح، وبعدين بدنا نستخدم البيت موس. هلا البيت موس كمان في يعني نقول ننوه له انه ليه نستخدمه داخل المنازل، انه ما بجيب حشرات مثل التراب، غير انه مثلا التراب كثير عم بشد لي على النبتة وانا ما بتطهر، في دود مثلا، في دود، في حشرات، لانه اوريدي مش نظيف. فهون البيت موس بيكون معقم. ثاني شيء النباتات اجمالا بدي اهتم فيها داخل المنزل، بنقول من ناحيه الترطيب الري، كيف بدي انا اسقيهم. هلا السقي مثل ما احنا بنعرفها الترطيب، اوقات بالسقي العادي بحس التراب اذا حاول ينشف كذا بسقيها او برش عليها بالرشاش. في قبل الترطيب كان في نصيحه ظهرت على الشاشه لها علاقه بانه نمسح الغبار عن النبته كمان. صحيح. هلا نكمل الترطيب باكثر من طريقه. هلا اللي داخل المنزل اللي بقدر اعتمدهم الثلاثه، السقي العادي، الرش على الاوراق، والترطيب بالرش بالبخاخ. وايضا كمان هذه الفكره اللي احنا عم ننصحها لكل المواطنين انهم يستخدموا العبوات بالتنقيط، بقدر استخدمها داخل القوار نفسه، وايضا بالحديقه برا بقدر استخدم هذه الفكره. مين احسن طريقه؟ هلا كل نبتة بتختلف، تختلف عن يعني الثانية. يعني في هذا عالم واسع كثير، في نباتات بتحتاج لمي كثيرة، في نباتات بتحتاج لمي أكثر. هون بتختلف من نوع لنوع، فبدي أسأل المشتل قد إيه بيحتاج لمي. ولكن إجمالا بالشتاء النباتات بتحتاج لمي أقل. أكيد زي أي كائن حي. زي أي كائن حي، ولكن هون الاختلاف بالنباتات الداخلية والخارجية. النباتات الداخلية بدي أنتبه إنه أنا البيت عندي مدفى. البيت مو مثل برا برد وكذا، فالمي ما رح تتبخر كثير، لا البيت دافي رح يزيد نسبة التبخر، فبدك تزيد شوي، فبدي كمان انتبه هون للمي اكثر. بالضبط. ما اهملها. هلا مسح النباتات كمان داخل المنزل، بدي امسح الاوراق حتى كمان ما تتجمع على الورقة. تقدر تتنفس إذا الغبر تجمعت على النبتة، ما رح تقدر تتنفس تنخنق. فبدأ تنخنق، بدي أمسحها. طريقة المسح رح تكون باستخدام نقول القماش الناعم القطني، مبلول مو كتير، نرطح النظارة. صحيح.
طبعا انا ولا شيء من اللي عم تحكيه عمليته مع النبات. يعني بدي امسح لدرجه بدي يكون لي طوله بال امسح ورقه 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 ورقه, ورقة, ورقة. واوقات كمان رح يعني احتاج امسح الساق اذا كان عندي النخيل كذا هدول لهم ساق بدهم طويل عناية. بدهم عناية بس برضه ما بياخذوا وقت طويل يعني فيني انا اخصص مثلا والله بالاسبوع يوم واحد اقدر امسح اهتم بهالنبات كذا يعني ما بياخذ من وقتي كثير ولكن بدي اهتم فيهم ما اهملهم. وايضا كمان التريك اوقات بنحكي لهم يمسحوا الناس يستخدموا قشر الموز يمسحوا بقشر الموز يعني شو بيأثر هذا او بيعطي لمعة يعني بيعطي لمعة وبنفس الوقت بينظف ويعني بوتاس موجود بيمسح يعني ما بيأذيها بيعطي لمعة وبسوفت وبيعطي لمعة فعلا صحيح لأنه يعني هو أصلا في مادة شمعية هيك بتلزق يعني نقدر نستفيد من الموارد الموجودة عندنا أنا عندي هذه دائما النصائح أي شيء موجود عندي أستفيد منه بالضبط كثير هذا مهم وحلو يس هلا بعد مسح الغبار والترطيب بيجي عنا بالنهاية كده أحكي تعريض النباتات للضوء هلا الضوء لازم 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 كل نبتة تحتاج لإضاءة معينة هون أنا كنت بدي أكون عارفة وين بدي أحطها داخل المنزل كيف بدي أوزعهم هلا على العموم النباتات تحتاج لإضاءة يعني بعمومها ولكن في نباتات بتحتاج لإضاءة أكثر في نباتات لظل ما عندنا مشاكل هلا الإضاءة بتعتمد أوقات على بحطهم عند النوافذ بضعهم عند النافذة ولكن بالشتاء بدي أنتبه إنه بين فترة وتانية على القليلة كل أسبوع ألف في الأوار لأنه أنا عندي نسبة الضوء أو كمية الإضاءة مو مثل الصيف الصيف بتعطيني الإضاءة كاملة بتيجي على النبتة ولكن بالشتاء الضوء يدوب إحنا شايفينه مع الغيوم صح ما في فبدنا نحاول إحنا نلفهم هذه إذا بدي أعتمد فقط على الإضاءة في ناس بيستعيضوا عن إضاءة الشمس بإضاءة داخلية, برضو يعني حطوا تحت الضوء صحيح ففي النباتات ما بتحتاج لضوء الشمس أو طبيعي بقدر أحطهم داخل إضاءة مثل ما تفضلتي سمر فيعني تحت تيب اللامب مثلا صحيح تحت الضوء مباشر كشاف كان يظهر على الصورة فيعني بقدر أستفيد من الموجود عندي بقدر كمان إنه الإضاءة بالمناسبة الإضاءة نقول الاصطناعية تعطيني ضوء وبنفس الوقت عم بتدفي النبتة فهون بقدر أستفيد من الناحيتين يس يعني إذا أنا والله هذه الغرفة شوي باردة مو مدفيتها ما بقعد فيها كتير كذا بدرجة إني أنا مدفي النبات كتير حتى ما أخاف عليه إنه يمرض أو إنه يلتفح نقول لفحة هواء رح ياخذ لفحة هواء النبتة هذا كائن حي فعلا يس وفعلا في لفحة هواء إذا مثلا في شباك مفتوح هو قريب من الشباك دخل برد في الليل من الشباك يمكن تنصاب بلفحة وينحرق النبات مزبوط بصير أطرافها بتصير صفراء أو على أسود فعلا حرق يعني لفحة لفحة بمعنى لفحة ويمكن تموت النبتة خلال ساعات ما بتاخذ أيام يعني هو كمان موضوع انه في نباتات شتويه ونباتات صيفيه ايات كمان صحيح في شيء للشتاء مناسب وللصيف مثلا مناسب وهل في نبته لا بتعيش بالفصلين اكيد يعني هذه ما في شك ولكن نباتات الزينه الداخليه اجمالا بتكون هي نقول شبه من البيئات الشوي دافيه اوريدي بيجيبوها يعني نقول الاستوائيه او الدافيه مو شرط استوائيه حتى انها داخل المنزل ما بتتعرض لدرجات الحراره اللي كثير بارده فهون بتكون او اجمالا كمان اغلبهم اللي احنا موجودين عندنا او اللي احنا بنميل انه نكون موجودين عندنا بالبيت تكون دائمه الخضره حتى دائما تعطيني خضار 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 فيعني هون انا ايش بحب المشتل شو بينصحني انا لاي زاويه من البيت بدي احطها بالقعده هل حتكون دافيه كثير او لا مثلا انا حاطتها على مدخل البيت يمكن يكون ابرد من اي مكان ثاني فهون كمان بيساعدني المهندس اللي بالمشتل اي نوع استفيد منه اكثر او انا استخدمه اكثر على الزوايا اللي بدي احطهم او بالاماكن اللي استفيد منهم بالضبط انا كنت سالتك مثلا قبل الهواء انه مثلا نبته زي النعناع زي الميراميه هدول الاشياء اللي بتتعب عليهم الست يعني عبين ما تربيهم يصيروا كبار بالشتاء بتحسي انه في مشكله عمالهم شو المشكله وكيف مثلا ممكن نعالج هاي القضيه نعناعاتي انا مات كله لا ان شاء الله بيرجعوا ان شاء الله هلا المشكله هون لنحكي هلا فعلا داخلين على برد وعم بيحكوا لنا الارصاد انه في منخفض يعني لسه ما انحرقوا النعناعات او النبتات يدير باله بطريقه كيف
هلا هون قلنا داخل المنزل دفيانين، ولكن يمكن يكونوا على البرندة بشكل مكشوف، على النوافذ، على الشبابيك، بالحديقة أنا يمكن زارع. فهوني أنا كيف بدي أهتم بهاي النبتة أو نقول نحميها قبل ما تمرض؟ يس. هلا في أكثر من طريقة. الطريقة الأولى إنه يمكن أقدر أدخلها داخل البيت بشكل مغلق، هوني أنا بحميها من الهواء اللي رح يجي في الليل. إذا اللي عنده هي موجودة بقوار أو متحرك أدخلها جوا البيت. صحيح. أو إذا أنا والله الكونتينر كبير مو قادر أحمله، أو إنها الشجرة أوريدي موجودة على المدخل البيت أو بالأرض، بالأرض مو قادرة. هلا عندنا أكثر من شغلة، اللي هي في الشاش الزراعي، بلفها بشاش الكونتينر كاملة أو الشجرة من فوق من تحتها لفوق. تمام. أو باستخدام أكياس، نعم نشوف إشي زي هيك. أو باستخدام أكياس بغطي النبتة كاملة من الجذور، أو إذا هي موجودة بالقوار بغطي القوار كامل من فوقها لتحتها، ولكن بترك لها تتنفس. إذا كيس بلاستيك أوكي. الشاش اوريدي هو يعني في فرزات، يعني بتقدر الاستعاضة عنه هذا الشاش الزراعي باكياس بلاستيك، بلاستيك متوفر، بس نعمل لها ثقوب، ثقوب ولكن مش كبيره كمان حتى ما تدخل لي برد كثير. او باستخدام اكياس الخيش. أوكي. يعني نستخدم الموارد ياس الموجوده عندي. او انه بالنهايه اذا انا متوفره عندي، او نقول الكونتينرز حجمهم صغير اقدر انقلهم لاماكن شوي دافيه، او انه احط الكونتينر لهم مجال احركهم، يعني اقدر انا استفيد من هذه المهارات الموجوده عندي او الموارد الموجوده عندي حتى احمي نبتتي. واهم شيء انا بنصح اي حدا فعلا اذا مستثقل يحرك القوار، او مستثقل انه اذا كبير الحجم او كذا يغطيهم بالشاش، يغطيهم بالخيش كذا، يعني هذه اكثر شيء بنقدر نستفيد منهم. تمام. وبرضه يعني هو الخبر الحلو انه اذا لو حد حس انه في عنده نبته ماتت، ممكن بالربيع والصيف ترجع، يعني مثلا ما يفقدش منها الامل، يعني ممكن انها ترجع تزهر او تورق مره ثانيه. صحيح. هلا اذا لفحه بالورق او كذا وهيك، اذا ضل الغصن لونه اخضر انا لسه بالسيف. لا خوف عليه، لا خوف عليه، بس هون بدي احميها حتى ما تموت 100%. تمام. فهون بدي ادفيها. في نباتات كمان اوقات بتنحرق، بس نقول عرقها قوي يعني بتقدر تطلع. بس بدي اهتم فيها انه التراب ما ينرص كتير، ادفيها بالشكل المناسب. تمام. والسماد. أوكي. يعني هلا الفكره السماد، والله يا ريت لو تحكي لنا عنها. يا الفكره اللي في عنا يعني اكثر منه. هلا الفكره السائده عند مجتمعاتنا انه كده احكي لك انه السماد بالشتاء انا ما بسمد، لانه النبته خلص ما عم كان ويا دوبها مدفيه حالها وما بالزبط. بتعمل شيء، فتره سكون. هلا لا، بالحديقه يمكن بالنباتات دائمه الخضرة او كذا بقدر اسمد، ولكن مش بالكميه الكبيره اللي انا عم بعطيها. يس. ولكن الداخليه داخل المنزل هو البيت دافي، النبتة اوريدي يعني ما انقطع عنها ولا شيء، انا وفرت لها نفس الجو الموجود بالزبط. دائما صيف شتاء، فهي عم تعطيني. اذا عم بلاحظ في بعض النباتات تعطي اوراق، فانا ليه ما اسمدها؟ هلا السماد في اكثر ابدا منه. بالعكس هو ضروري حتى. ضروري ضروري لداخل المنزل. هلا في اكثر من نوع من الاسمده، في اسمده نقول صناعيه، والاسمده الطبيعي اللي بيقولوا له بالمصطلح العام الزبل، اللي هو من مخلفات الحيوانات. هذه انا بفضل يستخدم بالحدائق، لانه مش حنحط مو داخل الماده داخل البيوت. ولكن أكيد. داخل المنزل انا بنصح اي حدا يستخدم الصناعي اللي هي الان بي كي، الان بي كي 20-20-20 بشكل متوازي. انا بفيد الجذور، هذول كانوا بحلوهم بالماء بطريقه معينه، بس تبع المشتل هو بقول لك كيف تعملها بكل نبته كمان. يس بتختلف. فهون انا بس ما اسمد كثير، يعني يمكن احتاج بالشهر اسمد مره بالشتاء. ف 20-20-20 ليل هون استفيد. شو يعني 20-20-20؟ هلا نسبه الان بي كي اللي هي البوتاس والنيتروجين. تمام. فبيكونوا بشكل متوازي. فأنا بشتغل على الجذور، بشتغل على السيقان، بشتغل على السوري صح على الأوراق، وبنفس الوقت إذا في إزهار في نباتات مزهرة عندي بشتغل على الزهور. تمام. في ناس بسمعوا السماد من أشياء طبيعية موجودة بالمنزل، يعني بشوفهم بحطوا قشر البيض، بحطوا أشياء معينة، هاي صح الأشياء اللي بحطوها على النباتات؟ يعني أنا يعني إذا بدهم يستخدموا أوراق النباتات، مخلفات نباتات، ولكن مش قشر بيض كذا، يعني بالنهاية القشر البيض بيحتوي على كلس، والنبتة مش بحاجة لكلس، مش بحاجة لكلس، فيش عندها عظم.
طيب. يمكن اذا كسرناه وحركناه يمكن، يعني انا بدي افكر مثل ممكن انه يزيد تهوية، يعني لانه ما بيدوم، بس ما على بيدوم. اساس انه بيعمل حركة جوا التراب فقط مش اكثر من هيك. احنا بنتمنى انه تضل الحياة كلها خضراء ان شاء الله، دائما ايامنا خضراء، وتضل النباتات هيك داخل المنزل الجميلة، تتذكر ايام جداتنا وامهاتنا دائما عندهم نباتات حلوة يعني. صحيح. ويعني اكيد عندهم الخبرة الكافية، كان هلا بجوز الاجيال الموجوده بحاجه لمثل مهندس الزراعيه لايات المصري حتى تعطيهم نصائح دائما، اللي يعرفوا كيف ينتبهوا لنباتاتهم. شكرا جزيلا لك ايات المصري. يعطيك العافيه. شكرا.